بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 34 بعد 200 على 1 لإدرار تكبيرة إحرام. هذا مما لم يرد لا سلبا ولا إيجابا. خلاص؟ لك رد بالله يا شيخ. ولا في النفس ما فيها. وأنا بجيب الجواب. خلاص السؤال وجوابي. هاي. سؤال حكم صيام بلد السنة. حكم صيام بلد السنة. ترك المطالعة. أنا أرفع صوتك. حكم صيام بلد إسلامي وفطر آخر مع العلم بأن الرؤية ظهرت عندي. صار في شهر رمضان مثلا في بلد إسلامه يعني، وأصبحوا صائمين وفي البلد الثاني أصبحوا مفطرين لعدم رؤيتهم إياه، مع علمهم أن الفطر الثاني صائم. يعني تريد أن تقول أنه إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم الآخرين الصيام في البلد الآخر ولم يرى الهلال هناك؟ نعم. تريد هكذا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح هو ما يدل عليه قوله عليه السلام موجها خطابه للأمة كلها: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتم الشهر 30 يوما. فإذا ثبت رؤية الهلال في بلد فعلى البلاد الأخرى أن يتبعوا هذا البلد في الصيام، ولو أنهم اتبعوا بلدا آخر في الخروج من الصيام لا يهم، إنما المهم أن يكون الشهر في صيامهم، إما أن يكون 30 يوما أو يكون على الأقل 29 يوما. فالصحيح من أقوال العلماء أن الخطاب لجميع الأمة، فإذا رؤي الهلال في مكان ما فعلى جميع الأمة أن يصوموا، هذا طبعا إذا بلغهم الخبر، أما إذا ما بلغهم الخبر فحينئذ يصومون برؤية بلدهم. هذا جواب سؤالي. حكم الاعتكاف هل هو واجب أم مستحب؟ إيش؟ حكم الاعتكاف. الاعتكاف؟ نعم في شهر رمضان، هل هو واجب أم مستحب وفي أي مسجد يتم؟ يجب إلا إذا نذره الناذر، أما هو فليس بالواجب إنما هو سنة. هو بصورة عامة أمر مستحب، لكنه يتأكد هذا الأمر المستحب في رمضان فيسنه، لكن لا يسن الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، كما لا يسن الرحل، لا يسن شد الرحل والسفر إلى مسجد من مساجد الدنيا إلا إلى 3 مساجد. كذلك الحكم في الاعتكاف لقوله عليه السلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، كما قال: إنما تشد الرحال أو لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكرها وهي معروفة والحمد لله. غيره عند فراغ الإمام من الصلاة المكتوبة، هل يجلس أمام المصلين فترة ختم الصلاة أم ينصرف؟ إن شاء انصرف وإن شاء جلس، ولكن لا يجلس لختم الصلاة، لأن الصلاة ختمت بقوله السلام عليكم. ليس من السنة أن يجلس الإمام بعد الصلاة
وأن يجتمع هو ومن خلفه على الإتيان بالأوراد سواء أفرادا أو بصوت واحد في كل الأذكار أو في بعضها، ثم يختم ذلك بالدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة. هذا ليس له أصل في السنة. الإمام مخير، إن شاء كما جاء في السنة لبث في مكانه قبل أن ينصرف يمينا أو يسارا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إن شاء، أو إن شاء جلس وقرأ ما تيسر له من الأوراد والأذكار المعروفة دور الصلاة دون أن يلزم من حوله بشيء مما هو يقرأه، وإنما كل بما يتيسر له. هذا لا شك فيه. ثم لا يختم الصلاة بالدعاء لا لنفسه ولا للجمهور الذين هم من حوله، إن دعا دعا كلمات يسيرات وانصرف، لأن الدعاء دبر الصلاة خارج الصلاة لا يسن بصورة عامة إلا لأمر عارض، وبصورة خاصة أن يدعو هو ويؤمن المقتدون على دعائه، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بختم الصلاة، فهذا الختم لا أصل له، وإنما الذي له أصل هو سلم على اليمين وعلى اليسار ثم جلس بمقدار الله أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، فإن شاء جلس ويقرأ ما شاء من الأوراد كما ذكرنا، وإن شاء انصرف وتأخر من تأخر من المقتدين، كل منهم يأتي بما تيسر له من الأوراد والأذكار. وعليكم السلام ورحمة الله. معليش تفضلوا. أستاذ، تفسير كلمة لا ترد يد لامس الرجل جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل المقصود كانت تفعل الفحشاء أم ماذا يعني هذا؟ لا لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنها كانت امرأة بسيطة غريرة طيبة القلب، لا تنتبه لمكر الشباب، فقد يمد أحدهم إلى شيء من بدنها ويصدف أن زوجها يرى ذلك فتأخذ الغيرة، وهي ليست هناك يعني بسيطة، فهذا هو المقصود لا ترد يد لامس. مستحيل أن يكون المقصود أنها تطاوع كل من أرادها، لأن الأمر لو كان كذلك معناه أن الزوج يتهمها بالفاحشة، حينئذ يأتي مبدأ مطالبة بأربعة شهود أو الملاعنة، ولم يقع شيء من ذلك، وإنما لما قال عليه السلام له طلقها، أدام هيك طلقها، لو كانت الأولى قضية الفاحشة ما بيقول له طلقها، بيقول أقيم الشهود وإلا رجمناك أو جلدناك. قال إني أحبها، قال فأمسكها. فإذا قضية تتعلق بمقدمات الفاحشة من جهة، ومن جهة أخرى أنه هي لا تقصد هذه المقدمات لبساطتها ولي يعني خيابة قلبها. لا يعتبر ديوثة، لا غيره. الجلد أو ملاعن شيخنا بالنسبة للزوج، يجلد أو يلاعن؟ يلاعن إذا لم يأتي بالشهود وليس عليه جلد. ما لاعن عليه جلد؟ نعم، إذا ما لاعن حق ملاعن. نعم، لابد من الملاعنة أو الجلد.
أو إيش؟ أو الجلد. لا الزوج، الزوج ولا يعني بس غيره. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فكيف نحن مؤاخذون بالحسد وسوء الظن؟ كيف نحن مؤاخذون بإيه؟ بالحسد مثلا. بالحسد لم نتكلم به ولم نعمل به. أي نعم. لا أنا ما أريد حسد وسوء الظن. كيف؟ قال الحسد وسوء الظن. أي نعم. قبل الإجابة أقول أنت في روايك كررت به مرتين، وإنما هو مرة واحدة. أي نعم. وهو أحسست بهذا أم لا؟ وهو الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. أنت قلت ما لم تتكلم به أو تعمل به. سبق لسان. ها؟ سبق لسان. هو من أجل هذا أن أنبه. جزاك الله. شان صحة الرواية. أما الجواب فمن أين لنا أن الإنسان لمجرد الحسد أو سوء الظن القائم في النفس يؤاخذ عليه؟ من أين لنا؟ عندك دليل؟ انما يعني ظواهر النصوص تدل على انه فعل يعني قبيح. فعل قبيح صحيح، ولكن البحث ليس هنا في حدود طرحك للسؤال. لم يكن سؤالك هذا قبيح ولا ليس بقبيح. لا. انما كان السؤال واضحا جدا، كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين اننا نعاقب ونؤاخذ على الحسد وسوء الظن؟ أليس كذلك؟ نعم. كان السؤال. نعم. ولذلك جاء السؤال على السؤال. من أين لنا أن الذي حسد أو أساء الظن بأنه يعاقب؟ هنا الجواب أن الحسد وسوء الظن الذي يعاقب به الإنسان هو ما ظهر على أعماله وعلى أفعاله. أما مجرد حسد في قلبه أو سوء ظن بنفسه في أخيه فهذا ليس عندنا ما يدل على أنه يؤخذ عليه، لكنه قبيح ولا شك، لأن هذا من باب الدندنة حول الحمى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وأنا لا أذكر أنه صحيح ويغلب على ظني أنه ضعيف وهو مسجل بلا شك في بعض كتبي، إذا نعم حسدت أو إذا أسأت الظن، الآن يختلط علي الأمر، مهم في كلمة فلا تحقق، شايف؟ فلا تحقق، والتحقيق لا يكون إلا بإظهار أثر الحسد في كلامه على الأقل، إن لم يكن هناك عمل من الكيد والمكر به. ولذلك فهناك يعني عفو عظيم جدا لهذه الأمة، أنه لا يؤاخذ المسلم ما لم يظهر ما في نفسه من النوايا السيئة على عمله أو على لسانه. ولذلك نحن نقول فالجمع واضح جدا بأن نفهم أن التحذير من الحسد ومن سوء الظن ماشي خشية أن يكون له آثار سيئة عملية في حياة الحاسد أو المسيء الظن. فقوله ما لم يتكلم أو يعمل به هو جواب صريح لسؤالك، أي الحسد وسوء الظن ما لم يعمل أو يتكلم به فهو عفو والله متجاوز عنه. لكن من الناحية التربوية هل نقول للمسلم احسد ولا تعمل؟ لا، بنقول له ابعد عن الشر، ابعد عن الشر ما استطعت إلى أي سبيل. أظن والله الجواب إن شاء الله. ما قول في تقسيم بعض العلم، تقسيم الحسد إلى
درجة العزم بدرجة هو الهمهمة في النفس أو ما شابه ذلك. العزم يؤخذ عليه، أما ما دون ذلك لا يؤخذ عليه. العجز تقول؟ العزم. العزم. آه. فهمته. هذا ليس بالطبع، هذا القيد ليس خاصا بالحسد أو بسوء الظن، بكل شيء هو ينويه من السيئات. لكن هذا الحديث بارك الله فيك، الحديث الذي ذكرته وأنت من قبل، هو الحكم الفصل في هذا الموضوع، لأنه قال تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. استقر أو لم يستقر؟ ليه؟ لأنه قال ما لم يتكلم أو يعمل به. فهذا الحديث لا يحتاج إلى تقييد أبدا، لأنه عمم ثم خصص. قال إن الله تجاوز لي عن أمتي كل ما يجول في نفوسها، ثم استثنى قال ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا من الفلسفة المقيتة أن يأتي المسلم وهو ذاكر طبعا، أما الخطأ هذا لا ينجو أحد منه، وهو ذاكر لهذا التعميم ثم لهذا الحصر، فيقول إلا كذا وإلا كذا. واضح الجواب؟ ولعلك تستحضر بعض الأدلة التي أنا أسميها بحق شبهات لهؤلاء الذين يفرقون بين الهم والعزم. هم يفصلون تفصيلا نفسيا مطابقا للواقع، فيقولون أول شيء الخاطر، ثم الهم، ثم العزم. يعني الإنسان كإنسان عادي طبيعي لما بده يعمل شر باله خالي من هذا الشر، بيخطر في باله خاطرة أنه مثلا يروح على السينما، خاطرة هذه. فإذا ما استقرت هذه الخاطرة وتمكنت من نفس صاحبها ولم يبقى بينه قبل ذلك بهم، كل ما اشتد في نفسه هذه الخاطرة بينتقل إلى مرحلة إيش؟ الهم. فإذا لم يبقى إلا إخراج هذا الذي هم به إلى حيز العمل، لم يبقى هناك إلا العزم. هذا تفصيل فقهي، وربما أقول متحفظا، ربما يكون لغويا، وإن كنت لا أشعر بأن ثمة فرقا بين هم وعزمة، لأن الله يقول ولقد همت به وهم بها، لكن هكذا يقولون يفرقون، فيقول الخاطرة فالهم فالعزم. فإذا عزم على المعصية ولم يعملها أخذ عليها، يقول أولئك الذين أشرت إليهم. لكن هذا يتنافى مع أحاديث كثيرة، إلا أنهم، وهنا كان مقصد سؤالي لعلك تذكر بعض أدلتهم التي أنا أسميها بالشبهات، تذكر؟ نصوص عامة يعني، ولا تحاسدوا. نعم، أقول نصوص عامة أتت يعني في السنة بنفي يعني. لا، نحن نقول الآن ليس من باب التحاسد وإساءة الظن كمبدأ عام، يعني هم يريدون مثلا إشكالا قول عليه السلام، اي نعم، شو الحديث؟ اذا تقاتل المسلمان، نعم، لا اول حديث شو؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ايش؟ في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه السلام اراد ان يقتل صاحبه. يستدلون بهذا الحديث، كما انهم يستدلون بحديث ابي كبش الأناري اللي فيه ايضا انه
أن المسلم الذي يتصدق ويعمل خير آخر يتمنى أن يفعل مثله، بيقول الرسول فهما في الأجر سواء. في أحد منكم يذكر هذا الحديث؟ المهم الشطر الثاني، كمان واحد عنده مال وبيصرفه في الشر، واحد ما عنده مسكين بشو بيقول؟ بيقول لو كان عندي لا فعلت مثله، قال هما في الوزر سواء. هذا يشكل أيضا على بعض الناس كما يشكل عليهم الحديث الأول إنه أراد أن يقتل صاحبه، لكنهم سبحان الله إنهم يغفلون مع فضلهم وعلمهم أن الإرادة في كل من الحديثين مفسر بالعمل، أحدهما مفسر بقوله عليه السلام أنه إذا لقي المسلم قاتل المسلم أخاه المسلم، إذا إيش تلاقى المسلمان بسيفيهما، إذن هذا المقتول عمل، إذن مش مجرد إرادة، خرجت إرادته إلى حيز العمل، لكن النتيجة كانت أنه صار قتيلا. إنه أراد أن يقتل صاحبه أي فعلا ليس مجرد قصد، لأنه لو صورنا الآن مسلما في آخر داره ضمر في نفسه أن يقتل خصمه، وإذا ذاك كان أسبق إليه فجاء وغدر به وقتله، هل ينطبق عليهما هذا الحديث؟ أبدا لا. ليه؟ صحيح هو زور في نفسه وأضمر في نفسه أن يقتل هذا القاتل، لكن ما صدر منه عمل، بينما ذاك صدر منه عمل. فإذا هذا القاتل في النار، أما المقتول فليس في النار، بخلاف ما إذا تبارز بسيفيهما فهم كل منهما أظهر ما قرره في نفسه وأراده من الشر لعدوه بعمله. فإذا هنا لم تكن المؤاخذة لمجرد إرادة القلبية، وإنما لمجرد الإرادة التي خرجت إلى حيز العمل. فلم يتعارض هذا الحديث مع قوله ما لم يتكلم أو يعمل به، بل هذا يؤيده تماما. كذلك الحديث الآخر أنه لو كان عندي من المال لفعلت مثله، هو عم يقول ويشهد يمكن الناس أنه بيفعل وبيروح وبيجيب والآخر. إذن هذا أخذ ليس بمجرد شيء كمين في نفسه، وإنما بشيء ظهر على لسانه وعمله. ولذلك يبقى الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وفي لفظ أنفسها وكله صحيح، ما لم تتكلم أو تعمل به. يبقى كما هو واضح ظاهر ليس هناك ما يمكن أن يخصص به إطلاقا، وهذا هو شأن كل النصوص الشرعية التي يتحدث فيها الشارع الحكيم رب العالمين أو نبيه الكريم، فيأتي بعبارة عامة ثم إيه بدخل فيها قيد، أو بعبارة مطلقة فبدخل فيها قيد، أو بعبارة عامة فبدخل فيها إيه تخصيص. لا ينبغي هنا ذاك أن نزيد نحن على هذا الكلام الجامع المانع كما يقولون قيدا آخر أو تخصيصا آخر. لذلك نحن لا نرجح قول من يقول في حديث ونحن على أبواب تطبيق هذا الحديث قريبا إن شاء الله، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه. ما نستطيع أن نقول إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا ضممتم إليه يوما آخر، لأن هذا مثل هذا. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها، هل هذا على إطلاقي وشمول؟ الجواب لا. ما لم تتكلم أو تعمل به،
أغلق الباب، ما عاد في قيد آخر أو تخصيص آخر. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، نهي عام لا تصوموا يوم السبت. كان يدخل لو وقف الرسول إلى هنا حتى لو كان من رمضان، لأنه قال لا تصوموا يوم السبت، لكن لا، هو يريد غير ذلك في أمتي. قال إلا فيما افترض عليكم. فما ينبغي لنا إذا راعينا فصاحة النبي عليه السلام وفوق فصاحته أنه ينقل الوحي المنزل عليه من رب العالمين، أن نأتي نحن نستدرك باجتهادنا ما إن كان إعمال الحديث بدون أي إشكال. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يؤكد هذا الاستثناء. ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة، قشرة الشجرة هذه خذها وكل منها لتثبت عمليا أنك متجاوب مع نهي الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت. أما أن نقول إلا إذا صمت يوما قبله ويوما بعده، صار هنا بقى إلا وإلا، إلا الأولى من نبينا وإلا الأخرى من علمائنا، ما ينبغي أن يقال هذا إطلاقا. ثم لأننا قلنا نحن على الأبواب الآن، سيأتينا يوم عاشوراء. يظن كثير من الناس وبخاصة العباد منهم الذين اعتادوا التقرب إلى الله عز وجل بما شرع لهم من النوافل، سواء ما كان منها صلاة أو صياما، كيف يا أخي نخسر نترك صوم يوم يكفر السنة الماضية، أو إذا كانت اليوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبل الآتية؟ كيف يعني ما عنده الاستعداد أن يخسر هذه الخسارة؟ هذا في الحقيقة يأتي من قلة الوعي الموجود في المسلمين، وهذا المسؤول عنه هم علماؤهم وفقهاؤهم. لو كان عندنا الوعي والفهم لمجموعة من الأحاديث العامة ما كنا شعرنا بهذا الشعور الخاطئ الذي يحملنا على أن لا نتجاوب مع حديث الرسول عليه السلام إلا فيما افترض عليكم. ما هو هذا الذي أشير إليه؟ حديث صحيح: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا أنت أيها المتعبد الصالح كنت تصوم ولا تزال يوم عاشوراء رغبة لذاك الأجر العظيم يكفر السنة الماضية، وتصوم عرفة كما وقع في عرفة الماضي، فأنت حينما تترك صيام هذا اليوم أو ذاك لا تتركه كسلا ورغبة عن الخير، خلاف ما يعدتك، أنت بتصوم دائما ما شاء الله. لكن بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقفت عنده، فأنت مأجور ولو لم تصم. بل أنا أقول هذا الذي لا يصوم هو منزلته عند الله في هذا الخصوص، أما الأمور الأخرى فهو أعلم بها. منزلتك عند الله أعلى وأسمى من ذاك الذي يصوم، لأن يصوم يوما دخل فيه عامل شرعي يجعله غير شرعي، وهو أنه طابق يوم السبت، وقد نهى عليه السلام نهيا عاما بقوله لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فلذلك على المسلم إذا ترك شيئا لله أن لا يتوهم أنه خسر، بل هو الرابح على كل حال. هذا ما أردت أن أذكره بهذه المناسبة. نعم، صيام تاسعاء لوحده لا بد، يوم الجمعة بعد يوم الجمعة. صحيح، صيام يوم فهمت أعطيتك الجواب، بس كيف كلامك الأخير؟
بقول ما هو باجي يوم جمعة وصيام يوم الجمعة كمان كبداية من يعني نفس الصورة. شامي بربير سمعني يا أخي سمعني. يعني عندنا هون في جمعة وسبت. وعندك جمعة وخميس. لا خليك معي أستاذ. وأنت خليك معي. ليش ما بتخليك معي؟ عندك خميس وجمعة. بس بدك تورد الإشكال الله يهديك. وصيام يوم فصوم الخميس وصوم الجمعة. فأنت في هذه الحالة خير من الذي صام يوم السبت كما ذكرنا آنفا. أهلا وسهلا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة. كيف؟ دخل على ميمونة. آه. ووجدها يوم الجمعة صائمة. تاني جويرية. جويرية. جزاك الله خير. قال لها هل صمت البارحة؟ لا. قالت لا. أيوة. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذا أفطري. آه. ألا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غدا السبت؟ ما يعرف. صلي على محمد. يعني هذا يعني جوابك حسب سؤالك وإن نعم. كان سؤال خطير والجواب أخطر مشان حتى تعرف شو ما بعده. إذن فصلنا جزاك الله خير. طيب ماذا تقول في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ نعم. ها؟ نعم. أنا شو بقول الآن؟ أقول ما قال ربي. أنا نعم. شو بقول؟ بقول ما كان يدري. ما كان يدري. ليه؟ نعم. لأنه ما نزل على الوحي. نعم. طيب ايش فيها؟ انت تعرف انه الاحكام تنزل على التدرج ولا تنزل طفرة واحدة؟ يعني لما ربنا قال للرسول وهو في غار ايش ثور ما هيك اسمه تبع مكة شو قال له؟ اقرأ غار حراء. ها؟ غار حراء. قال له اقرأ. هل تعتقد نزل الوحي كله في هذه اللحظة عليه؟ لا. ولا تباشير النبوة؟ نعم. طيب ولما كان المسلمون يصلون وبعضهم سكارى نعم. كان يعرف الرسول انه الخمر حرام؟ لا. طيب فهي اهم ولا هي؟ في الاهمية سواء بدري يعني في التمدين. لا مش سواء. ها؟ كل احكام دين في الأهمية ما الأهم. لكن إيش بقول يا شيخ؟ في يعني مدام قلت في متقدم في متأخر فيها؟ لا لابد يا أخي. لابد فيها متقدم فيها متأخر. لأنه مدام في حديث هو حديثك. في إشعار بجواز صيام يوم السبت لمن صام الجمعة. نعم. ها؟ ثم جاء الحديث لأن صيام يوم الجمعة وصيام يوم السبت ما هو فرض بداية يعني. نعم. إيه. فأنت لما بيجيك هذا الحديث لا تصوم يوم السبت ما راح تصوم يوم الجمعة عشان تصوم السبت معه. نعم. صح؟ نعم. وإذا كنت ولا بد لك صوم يوم الجمعة بيجي جوابنا لحسن هذا. نعم. بتصوم يوم الخميس وبتصوم معه يوم الجمعة وإلا أنت مستريح. ما هو فرض عليك أنك تصوم يوم الجمعة؟ لكن إذا إجا يوم الجمعة يوم السبت في رمضان دخل في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ومن هنا يقول العلماء وظني أن هذا القول ما هو غريب عليكم وأنتم حديث عهد به وهو إذا تعارض نصان أحدهما حاضر مانع والآخر مبيح أي النصين يقدم على الآخر؟ حاضر. وقضيتنا هكذا حتى لو ما عرفنا المتقدم والمتأخر لكن لو عرفنا المتأخر المبيح عرفنا أن المبيح هو المتأخر حينئذ بيكون هذا ناسخ لما تقدم من النهي أو على الأقل يقال بخفف النهي من التحريم إلى الكراهة مشان إيش الجمع بين الحديثين. أما هون القضية بالعكس تماما ما في عنا نص للمتقدم أو المتأخر لكن عنا مبيح وعنا حاضر مانع فأيما المقدم الحاضر على المبيح. هذه قواعد لولاها ما استطاع العلماء أن يمشوا في تقديم النواهي
على المبيحات، علما مع أنه على الغالب كل نهي عن شيء ما يتضمن تحته أن هذا الشيء كان مباحا من قبل. نهى مثلا عن اختصار في الصلاة، الاختصار في الصلاة كان موجود ولذلك نهى عنه. قبل النهي شو كان حكمه؟ على الأصل إباحة. وهكذا إذا جاء نص يتضمن إباحة شيء ثم جاء نص يتضمن النهي عن هذا الشيء، فالنص اللي يتضمن إباحة جاء على الأصل وعلى البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني، والنص الذي تضمن النهي عن هذا الشيء تضمن حكما جديدا. ومن هنا بتعرف ويسهل عليك أن تهضم جوابي لسؤالك لصاحب علي أنه الرسول ما كان يدري. أنا قلت لك بكل صراحة ما كان يدري. ليه؟ لأنه الله قال ما كنت تدري، وبصورة عامة ما الكتاب ولا الإيمان، أما هذه مسألة جزئية فهي أهون. يعني رسول الله ما يعلم إلا ما علمه الله. ماشي؟ ماشي. شيخنا تعقيب على السؤال السابق، قول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، الإرادة هنا تعني برضو بعزم صدور الفعل؟ لا، من يدخل هنا المقصود، ومن يدخل يعني يدخل في مكة بظلم بعمل فيه ظلم، ليس المقصود مجرد الإرادة. أستاذ، دخل رجل إلى المسجد فكان المؤذن يؤذن، يصلي تحية المسجد أم يقف ليردد ما يقوله المؤذن؟ أظن سؤالك في نقص، وهو سؤالك عام، وأظنك تعني يوم الجمعة. لا، عام يا أستاذ. أسهل أسهل إذا كنت تعني عام، بس أصحى تتورط الجواب لا، بيجيب المؤذن وبعدين بيصلي التحية. ماشي؟ ماشي، الحمد لله. بس سؤالك ناقص يعني، كملنا يا شيخ. معلش، لا جزاني له. تكلمنا عن الإرادة مرتين، ورد آية في القرآن وإذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون مرتين في إنما وآل عمران. رب سبحانه وتعالى أراد وقضى، الإرادة سابقة لقضاء الله وأمر الله أم الأمر سابق للإرادة؟ نعرف من الآية، من سياق الآية، أن الإرادة سابقة لقضاء الله وأمره. ربنا سبحانه وتعالى قضى على إبليس أن لا يسجد لآدم، أن لا إيش؟ أن لا يسجد لخلق آدم. نعم. كان إبليس شيخ المسبحين، أيوه، وكان في الجنة بإرادة الله. طبعا بإرادة الله ربنا سبحانه وتعالى أراد لإبليس أن لا يسجد في علمه، وعندما قضى له أن يسجد رفض السجود، لم يطع أمر الله. لو أطاع إبليس أمر الله لخالف إرادة الله، ولو أطاع إرادة الله لخالف أمر الله. الله أكبر. الآن نعم، هل ربنا سبحانه وتعالى ظالم تعالى جل وتعالى عن ذلك لإبليس، أو كيف يعذب وهو أراد له ذلك؟ هاي. أنت حصرت الآن الكلام على إبليس. هل المسألة بتختلف عن إبليس وأتباع إبليس ولا مخصوصة بإبليس؟ هي يعني خلينا نقول يعني وجه الشر على إطلاقه. أنت ما هو هذا السؤال أنت خيّدته، ولذلك قلت لك خاص بإبليس ولا وبأتباع إبليس. إذا إحنا يعني خصصنا بنعرف العام. ها؟ إذا خصصنا بنعرف العام. تعرف العام. إذا من حيث الفكر. غير المنطق، الفكر انه ما في فرق بين ابليس واتباعه. نعم. كوي.
وانت مؤمن بي بهذا معي؟ نعم. لا شايفك عم تكتب. لانه السؤال ايضا لي ويعني انا ما ليش بس انا لما بدي احكي بدي بيقولوا عنا بالشام من عين مغرفة الكلام. نعم. فاذا انا عم احكي وانت عم تكتب نعم. معناها انصرفت عني. بارك الله فيك. وليس لست أعني لا تسجل، لا خذ رخصة وسجل بعدين أنا بحكي. نعم. إذا بدك سجل سجل. كيف تفهم قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ إرادة الله سابقة لي. لا الفلسفة تبعك ترك لي الآن. شو معنى قضى ربك؟ أمر أمرا شرعيا أم كونيا؟ لعله شرعي يعني البشر في عبادة. ولعله مو شرعي؟ طبعا شرعي. لا يا جماعة هو بده يحكي. في عنا أثر عن ابن عمر نسيت القصة، بس قال له واحد من الجالسين قال له لعله الأمر كذا، قال له اجعل لعل عند ذاك الكوكب وانت كذا. طيب اذا نعيد السؤال، هل هو اسمع يا اخي وقضى ربك، هل هو معنى قضى ارادة ارادة شرعية ام كونية؟ قلت انت لعل، وانا بظن انه هاي رمية ولذلك خايف منها تكون رمية من غير رام، اما اذا كنت قاصدها فبيسهل علينا ايش المضي فيما نحن في صددي. فاسمع يا أخي الله يهديك، إلا إذا كنت أنت عاملين اتفاق أنتوا اثنين عليه واحد من الجهة واحد من الجهة، معلش أما أنا ما بحب أنه واحد من هو واحد من هو. يا أخي هذا مشواري لا نسمع منه، لا نسمع منه، رح يبين بالأخير. ثم نحن يا أخي بدنا نكون صريحين في الموضوع. إذا أنا سألت هذا السؤال وبحلى عيونه وما عمره سمع السؤال بيقول والله ما عندي علم، لازم هو يقول، مش أنت تخليه براحته وتجاوب عنه، هيك ما بتكون سعادته. شايف شلون؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك بمعنى إيش؟ أمر. طيب الأمر هنا كوني أم شرعي؟ شرعي. الأمر في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، شرعي ولا كوني؟ ها؟ كوني. طيب كفر إبليس وعدم سجوده لآدم عليه السلام هو بأمر إلهي كوني ولا شرعي؟ هنا وقف حمار الشيخ عند العقبة. كيف شرعي؟ إذا بدنا نقول ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذا في الحقيقة من دقائق علم التفسير التي يدندن حولها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. إرادة الله في آياته تحمل معنيين، أحدهما معنى عام شامل لكل شيء، والآخر معنى خاص ليس شاملا لكل شيء. الأول العام يشمل الخير والشر، يشمل الإيمان والكفر، كل شيء. الثاني خاص بما يحبه الله، بما يرضاه، بما شرعه لعباده. فلما تساءلنا عن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كان الجواب قضى هنا بمعنى أراد إرادة شرعية، أي حكم كذا وكذا أن يعبد الله وحده وبالوالدين إحسانا. لكن كون الله حكم بشيء
شيء وكون هذا الحكم سيقوم به الناس كل الناس أو بعض الناس هذا شيء آخر. وكواقع هذا القضاء هذا الحكم الإلهي في الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مشاهد ما يحتاج إلى شرح، منهم من حقق هذا الحكم الشرعي ومنهم من لم يحقق. فالناس إذن تجاه هذه الآية كهم تماما تجاه كل الآيات التشريعية قسمين، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذون باب القسمين داخلين في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمعنى أن كفر الكافر لا يقع رغم إرادة الله، بل هذا من إرادة الله، فضلا عن إيمان المؤمن لا يقع رغم إرادة الله، بل كل ذلك بإرادة الله. فهذا معنى كون إرادة في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فهذه الإرادة تشمل كل شيء إطلاقا، وهي الإرادة الكونية وليست هي الإرادة الشرعية. أما الإرادة الشرعية فهي خاصة بما شرعه الله ورضيه لعباده. نعم، كيف تقول الآية ولا يريد لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر؟ شايف لا يرضى هو بمعنى لا يريد، لكن لا يرضى أوضح وألصق بالإرادة الشرعية من كلمة إرادة مطلقة، لأنه وضح لنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين يدخل فيها الخير ويدخل فيها الشر. إذا دخل فيها الشر بتكون إرادة كونية ما بتكون إرادة شرعية. فإذا إذا رجعنا لإبليس والأبالس كلهم، هذون عصوا الله عز وجل، ما أطاعوه من حيث إرادته الشرعية، لكن هم وقعوا وفعلوا ما فعلوا ضمن إرادة إيش الكونية، أي ما عصوا الله رغم إرادة الله، لأن الله عز وجل قادر أنه يرغب أكثر الكفار أنه يؤمن، ما ذلك على الله بعزيز، لكن سبقت مشيئة الله وحكمته أن يقرر ما جاء في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن ما في إشكال يا أخي بين الآية هذه والآية الأخرى التي فهمت منها التناقض، إنما استحضر في نفسك أن الإرادة والقضاء الإلهي يشمل نوعين من حيث إيش إرادة الكونية، لكن من حيث الإرادة ومن حيث القضاء الشرعي فهو يشمل نوعا واحدا. لعله زال الإشكال إن شاء الله. أهلا ومرحبا. تفضل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وأيضا أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا إلى آخر الحديث. صحيح. الشاهد محل الشاهد شيخ لا يلقي لها بالا، فأين مجال النية هنا؟ أي دور النية؟ مجال النية أن الرجل يتكلم، فالكلام فعل، فالكلام فعل، صح؟ طيب شو الإشكال؟ يعني ما نوى هذا يعني الكلمة الطيبة، يعني ما أتوقع أنها تصل إلى هذه الأمور يعني. لكن هو يتكلم بكلام طيب يا أخي وذاك يتكلم بكلام سيء. قضية نوى ما نوى الآن ليس له علاقة بحثنا السابق إطلاقا. طيب إذا ما تفسير لا يلقي لها بالا، كيف ما تفسير لا يلقي لها بالا؟ أي لا يهتم بها، أي معنى تفسيره؟ لكن ليس للحديث بهذا اللفظ أو بذاك أي علاقة بموضوعنا السابق، ولا يخدش في التفصيل السابق الذي ربطناه بالحديث الذي لا يقبل الزيادة إطلاقا ما لم يتكلم أو يعمل به. ثم أنا بلفت نظرك لشيء، من الذي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا
يهوي بها في النار 70 خريفا، والعكس بالعكس كما في الحديث أو رواية أخرى. الذي يعني الآن عندنا كلمتين، إحداهما حسنة أو طيبة والأخرى خبيثة، قل لي الآن أي رجلين الذي يخرج منه الكلام الطيب لا يقي له بالا فيؤجره الله عز وجل، وأي رجلين يتكلم بالكلمة الخبيثة يهوي بها في النار 70 خريفا؟ الرجل الذي من عادته أن يتكلم بالكلمة الطيبة فهو يتكلم بالكلمة التي يهوي بها في النار 70 خريفا، ثم العكس، أليس ترى أن الذي يتكلم بالكلمة الطيبة هو الذي من شأنه وديدنه أن يتكلم بالكلام الطيب، ولكن هو ما بيخطر في باله أن الكلمة هذه اللي قالها لها هذا الأجر الضخم العظيم؟ والعكس بالعكس تماما، ذاك الذي كما يقال هجيراه وديدنه دائما وأبدا أنه يتكلم بكلام ما بهم هذا صواب ولا خطأ، موافق للشرع ولا غير موافق، فيلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن ما ينبغي يا أخي أن نحن نأخذ من الحديث كلمة دون أن نراعي الجو الذي ينبغي أن نلاحظه حينما تكلم الرسول عليه السلام بهذه الكلمة؟ هل على مجرد أنه رجل طيب قال كلمة هوى بها في النار 70 خريفا، والعكس بالعكس رجل سيء ودائما كلامه سيء طلعت منه كلمة حسنة لا يقلها بالا فهو له تلك المنزلة؟ مش هذا هو المقصود طبعا. الإنسان الطيب لكن يلقي كلمة سيئة فقد تهوي به، يعني هل كيف الإنسان يعني الطيب هذا يعني محظور أن إنسان رجل يعني أصحاب أقوال طيبة ولكن يتكلم بالكلمة السيئة فيهوي بها في نار جهنم؟ أنا فهمت أن عليك الآن، هل أنت فهمت علي ما قلت آنفا؟ إيش جوابك؟ ده كلام صحيح. طيب إذن إيش معنى كلامك الآن؟ لا أنت تقول دائما الرجل الطيب دائما شأنه يعني يتكلم. لا أنا ما أقول دائما، أقول أنه هذا من ديدنه. نعم. والعكس بالعكس، لكن أنت تظن الآن أن الرجل الذي يتكلم بالكلمة الطيبة يخطئ فيقول الكلمة سيئة فيهوي بها في النار 70 خريفا؟ يعني هل هذا مستحيل؟ غير مراد، ما أقول مستحيل، لكن مو هذا هو مقصود الحديث. نعم. مقصود الحديث كأن الحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل يقول خيرا أو ليصمت؟ مقصود الحديث أن الإنسان ما يعود ما يكون مهذارا كثير الكلام، لأنه من كثر كلامه كما جاء في بعض الآثار كثر سقطه. فمقصود الحديث أن الإنسان ما يتكلم مهذارا لأنه قد يصدر منه كلمة لا يتنبه لها يهوي بها في النار 70 خريفا، وإذا كان ولابد من الكلام فليكن كلامه طيبا. أما عكسنا صورتين معاكستين تماما لقصد الشارع، رجل صالح وديدنه يتكلم بالكلام الصالح لكن زل لسانه فقال كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، هتصور إنسان عمل صالحا وعاش طيبا وإلى آخره زل به اللسان وليس من عادته يهوي بها في النار 70 خريفا؟ أنا ما أفهم هذا الفهم إطلاقا. أنا أفهم أن قصد الحديث هو توجيه المسلم أن لا يكثر من الكلام خشية أن يطل منه الكلمة السيئة فيهوي بها في النار 70 خريفا، والعكس بالعكس أن الرجل المسلم قد يتكلم كلام ما بيتصور كما قلنا آنفا أنه يكون له ذاك الأثر، كما قال عليه السلام تصدقوا ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. كلنا يذكر قصة ذلك الرجل أو تلك المرأة البغي التي كانت في الصحراء فعطشت
لما وصلت إلى البئر نزلت وشربت وارتوت، إنها ابنك هذا ولا يشكن لك ما يشرب قائما. لما خرج من البئر وإذا بكلب يأكل الثرى من العطش، فقالت أو قال، لأنه روايتان بين رجل وبين امرأة، ما أصاب هذا الكلب إلا ما أصابني. فنزلت إلى البئر وملأت نعلها أو خفها وأخذته بفيها وخرجت من البئر وقدمت هذا الماء القليل لهذا الكلب فشرب. قال عليه السلام: فشكر الله لها فغفر الله لها. وهي بغي زانية هاجرة. مثل هذا العمل الصالح لا يخطر في بال إنسان أنه يكون مكفرا له في سيئاته، كذلك الكلمة السيئة والحسنة كل منهما قد يكون له أثر سيء لكن وحسن، لكن بحثنا عادة الكلمة الحسنة ممن تخرج والكلمة السيئة ممن تخرج. لما ندرس وضع الاجتماعي للناس يكون الجواب كما شرحنا آنفا. نصلي العشاء يا صاحب الدار يا عزمي، تعزم على الصلاة؟ طيب. ايش عندك؟ الذي اوصى الرجل ابنائه اذا مات ان يذروه في التراب، الا ان يذروه في الريح، يحرقوه ويذروه حتى لا يستطيع الله ان يجمعني ما جمعه، فكيف وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ نحن ذكرنا هذا أكثر من مرة، أن الآية التي ذكرتها في ختام سؤالك هي القاعدة وهي الأصل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أن الآية لا يخفف عنهم العذاب، المشركون لا يخفف عنهم العذاب، لكن هناك قاعدة في علم الأصول أن كثيرا من العمومات يدخلها التخصيص، وإن كان الأصل البقاء مع النص العام حتى يأتي المخصص، فإذا جاء المخصص لا يتردد الإنسان في قبوله سلفا، لا يتردد، ولو أنه لم يظهر له وجه التوفيق بين العام والخاص يكفي أنه ذاك نص عام وهذا نص خاص. أما إيش الحكمة وإيش فلسفة موضوع توجيهه هذا بحث ثاني، قد يستطيع بعض الناس وقد لا يستطيع، لكن المشي مع القواعد يريح عقل الإنسان ونفسه. فهذا عام وهذا خاص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يخفف عنهم العذاب. ممكن يدخل تخصيص من ناحية العقلية ممكن، لكن من ناحية الشرعية ننتظر الشرع، إن جاء ما يدل على التخفيف قبلناه، وإلا نحن مع النص العام ونرفض كل رأي يخالف النص العام إلا إذا كان مقرونا بالدليل. نعم. فأنا ليش جبت آية لا يخفف عنهم العذاب؟ نشوف شو موقفنا نحن أهل الحديث بالنسبة للحديث الصحيح أن الرسول سئل أنه عمك أبو طالب كان يدافع عنك كان وكان إلى آخره، هل نفعه ذلك شيء؟ قال: لقد خفف عنه العذاب وهو أخف أهل النار عذابا، وإنه ليغلي دماغه من شدة العذاب في نعليه. المهم خفف عنه العذاب، وربنا بيقول ما يخفف عنه العذاب. إذن هذا نص عام وهذا نص خاص، ما في مانع نقبله ما دام صح. ولهذه القاعدة
والجهل بها يضل كثير من الناس قديما وحديثا. الخوارج مثلا الذين ضلوا في كثير من الأمور الاعتقادية والفروع الشرعية، لماذا؟ لأنهم استندوا إلى نصوص عامة ورفضوا النصوص الخاصة. تتمة الكلام في الشريط التالي بين النص العام والنص الخاص. فالآن ما نحن في صدده.